بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، خير من نصح ووجه وأرشد ونبه، الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن بعض الدروس والعبر المستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن مما يستفاد من هذا الحديث النبوي الشريف، أولا الحث على الإيمان، وأن المؤمن دائما في خير ونعمة. ثانيا الحث على الصبر على الضراء، وأن ذلك من خصال المؤمنين. فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابرا محتسبا، تنتظر الفرج من الله عز وجل، وتحتسب الأجر على الله، فذلك عنوان من عناوين الإيمان. وإن رأيت العكس فلوم نفسك وعدل مسيرك وتوب إلى الله عز وجل. ثالثا الحث على الشكر عند السراء، لأنه إذا شكر الإنسان ربه على نعمة فهذا من توفيق الله عز وجل له، وهو من أسباب زيادة النعم، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا وفق الله الإنسان للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثالثة، وهكذا، لأن الشكر قل من يقوم به وقليل من عبادي الشكور، كما قال الله عز وجل في كتابه. فإذا من الله عليك وأعانك عليه فهذه نعمة. وهناك مسألة جد مهمة فيما يتعلق بالشكر ويغفل عنها كثير من الناس، وهي ارتباط الشكر باللسان مع العمل. يعتقد كثير من الناس أن الشكر لا يكون إلا باللسان، ولكن الصحيح والصواب أن الشكر لا بد أن يكون مصحوبا بالعمل. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: اعملوا آل داود شكرا. فإذا من الله عز وجل عليك بمال، فينبغي أن تؤدي هذا الشكر على هذه النعمة بأداء حق الله عز وجل في هذا المال. وإذا أنعم الله عز وجل بنعمة الصحة عليك، ينبغي أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة بتسخير هذه الصحة فيما يرضي الله عز وجل. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء. كلما كان المؤمن أشد يقينا بالله عز وجل، كلما صبر وكلما شكر وكسب الخير في كل أوقاته. يجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب، ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه. إن من أراد السعادة الكاملة في الدنيا فعليه بهذين الأمرين: عبادة الله مع تعويد النفس على الصبر. إن المرض وسائر المكاره، بل الصحة وسائر المحام، هي سنة ربانية للابتلاء والامتحان. فالعبد مبتلا في كل شيء، فيما يسره وفيما يحبه، وفيما أيضا يسوءه ويكرهه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن عنوان السعادة أيها المؤمنون الكرام في ثلاث: من إذا أعطي شكر، ومن إذا ابتلي صبر، ومن إذا أذنب استغفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.